مشاهدينا، وللحديث عن التطورات في غزة وسط عملية عسكرية للاحتلال مرتقبة في رفح، معنا من أمستردام الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ ماهر حجازي. مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بكم. تحذير أممي من تحرك عسكري محتمل تجاه رفح، نصف سكان غزة هناك، ماذا يهدف الاحتلال وما حقيقة ما يجري على الأرض مع مقتل مع الأسف 15 شخصا على الأقل، أكثرهم من النساء والأطفال، بغارتين على رفح؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني لليوم 120 على التوالي ويرتكب جرائم الإبادة، ليست المرة الأولى التي يقصف فيها مدينة رفح ويرتكب مجازر بحق أبناء شعبنا داخل قطاع غزة. وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي ضد أهلنا وشعبنا بأن الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بتنفيذ عملية عسكرية في رفح، وبالتالي هنا يعني الوضع والمشهد خطير وفي تصاعد في حرب الإبادة التي يرتكبها هذا الاحتلال الإسرائيلي، لأنه اليوم رفح يسكن فيها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من معظم مناطق قطاع غزة، والتي طالب الاحتلال الإسرائيلي أبناء شعبنا من مختلف مناطق قطاع غزة بالتوجه إلى الجنوب وبالتحديد إلى رفح. وبالتالي اليوم هناك كثافة سكانية، يعني أكثر من 70% من سكان قطاع غزة اليوم أكثر من 1.5 مليون فلسطيني موجودون في مدينة رفح، وبالتالي أي عمل عسكري بري إسرائيلي ضد قطاع ضد يعني رفح، وبالتالي هذا نتحدث عن المزيد من حرب الإبادة البشرية التي يرتكبها. أين سيذهب هؤلاء المتواجدون في مدينة رفح؟ أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظة ربما هو يضغط في ورقة الهجوم البري في رفح، عندما يجري الحديث عن صفقة للتبادل ووقف إطلاق النار، ربما يكون هذه التصريحات هي نتيجة الضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول بأي ما يطرح على الطاولة من فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، لأن أيضا يعني الهجوم على رفح لا يعني سيخرج عن إطار هجوم وعدوان فقط على الشعب الفلسطيني، عندما سيكون هناك دور أيضا وعدوان باتجاه مصر، لأن مصر هي يعني 1.5 مليون لاجئ موجودين في قطاع غزة سيكونون أمام في حال حرب برية وعدوان بري من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي سيكون الوجهة أمامه هي بالدخول إلى مصر. وبالتالي هنا نعود إلى المربع الأول عندما تحدث هذا الاحتلال عن التهجير شعبنا الفلسطيني من داخل قطاع غزة، وبالتالي شعبنا رفض التهجير ورفض هذا المشروع، وبالتالي أي محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لشن عدوان بري باتجاه مدينة رفح وباتجاه رفح، وبالتالي هذا سيكون مزيد من الإجرام وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. طيب ما هدفه من الهجمات على رفح؟ الهدف الأساسي للاحتلال؟ يعني الهدف الأساسي للاحتلال هو يريد يعني مواصلة إجرامه بحق الشعب الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي يعني هو يتحجج ويقول أن الأسلحة التي يعني تتهرب إلى قطاع غزة هي تدخل يعني من مناطق جنوب من مناطق رفح، وبالتالي هو يعني طيب. ما هذا ما يتحدث به الاحتلال الإسرائيلي، وهي ربما تكون الذريعة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو يشن حرب انتقامية ضد الشعب الفلسطيني، ينتقم من الشعب الفلسطيني الذي يلتف حول المقاومة الفلسطينية داخل طيب. قطاع غزة. وبالتالي في هذا الإطار أيضا يعني ولكن كانت هناك تصريحات سابقة من الاحتلال الإسرائيلي أن هناك تفاهمات يعني ما نشره الإعلام الإسرائيلي، هناك تفاهمات مع الجانب المصري فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا ويعني السيطرة على المعبر رفح وعدم تهريب استطاعة المقاومة أن تقوم بتهريب السلاح إلى داخل قطاع غزة وتطوير القدرات للمقاومة. فأنا أعتقد أن اليوم تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب هذه بشن حرب برية وعدوان بري باتجاه مدينة رفح التي فيها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني نازحون، أيضا هم يعيشون أوضاع إنسانية صعبة في مدينة رفح رغم طيب. وأيضا الحصار طيب. الإسرائيلي متواصل 17 عام وهذا العدوان المتواصل على شعبنا لأكثر من 120 يوم، وبالتالي هناك كارثة إنسانية حقيقة. يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي يهدد بمواصلة ارتكاب الجرائم الإبادة البشرية بحق شعبنا داخل قطاع غزة، وهو في نفس الإطار يريد أيضا أن ربما يتخذ هذا للتصعيد والضغط على المقاومة الفلسطينية أيضا في هذا الجانب. ما إذا سمحت لي في ظل هذا التحرك في ظل هذا التحرك العسكري المحتمل، ماذا عن صفقة وقف إطلاق النار؟ ما النتيجة التي يريد أن يصل إليها نتنياهو بهذه التحركات العسكرية؟ يعني هنا أسامة حمدان القيادي في حماس يقول هناك مقترحات لوقف إطلاق النار، صفقة تبادل، بالتالي زيادة أو يعني التصعيد والقصف المستمر ووصول إلى رفح، ما الذي يريده نتنياهو؟
يعني يريد بنيامين نتنياهو ربما ممارسة الضغط على المقاومة الفلسطينية وتحديدا على حركة حماس للقبول بما تم يعني بما طرح على حركة حماس من اتفاق او ورقة او اتفاق يعني او ورقة ورقة باريس التي قدمت لحركة حماس. وقال احتل الاسرائيلي وايضا الكثير من المصادر التي تدخلت يعني وتبنت مثل هذا الورقة انها بانتظار رد حركة حماس، وبالتالي اعتقد اليوم حكومة الحرب الاسرائيلية هي تمارس ضغط في الميدان، يعني تواصل القصف والإجرام بحق الشعب الفلسطيني لتضغط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية للقبول بما يعني توصل إليه في كإطار اتفاق في باريس. وبالتالي هو ربما السبب يعني بالدرجة الأولى هو ممارسة الضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول أو تقديم تنازلات فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى. وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية أعلنت بشكل واضح وخلال المؤتمرات الصحفية التي تابعناها أن وقف إطلاق النار لابد أن يكون، أن أي اتفاق لصفقة تبادل يجب أن تفضي إلى وقف إطلاق نار شامل ووقف لهذا العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا داخل قطاع غزة، وهو المطلوب حقيقة في هذه المرحلة في ظل وضع الإنساني الصعب داخل قطاع غزة. أيضا إدخال المساعدات وإيواء النازحين أيضا المطلوب، أيضا وكما تحدثت يعني حركة حماس والمقاومة أنه يجب أن يكون هناك إنهاء لهذا الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأكثر من 17 عام، وأيضا السماح بإدخال المساعدات كافة المساعدات بكل أشكالها لكل مناطق قطاع غزة وفق الاحتياجات الضرورية للقطاع. طيب. وكذلك تمهيد أيضا لصفقة تبادل للأسرى. فأنا أعتقد يعني هذه الحركات والقصف والتصعيد الإسرائيلي سواء كان في منطقة خان يونس أو التهديد بشن عدوان على منطقة رفح أو مدينة رفح، بالتالي هي تأتي في إطار الضغوط الإسرائيلية وضغوط حكومة بنيامين نتنياهو على المقاومة الفلسطينية للقبول بأي شروط تضعها. طيب. بنيامين نتنياهو. وبنيامين نتنياهو حقيقة موقفه متناقض، يعني هم يريدون الحديث عن ينتظرون رد حركة حماس على ما تم تقديمه من اتفاق أو إطار، ولكن هو أيضا يريد يقول بنيامين نتنياهو يناقض نفسه أنه لا يريد الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، لا يوجد هناك وقت كامل لإطلاق النار ولا يمكن أن يسمح بإدخال المساعدات بشكل كميات كبيرة. طيب هنا ماهر سؤال سألته مجلة الإيكونومست في تقرير لها حول إمكانية أن يأتي السلام بعد ما وصفته بالجحيم في الشرق الأوسط. وسط هذا السؤال، هل ترى بالفعل أن أمريكا تهيئ وتريد السلام في الشرق الأوسط بعد الدماء التي سالت، بعد المدينة التي دمرت؟ يعني لا نعلم حقيقة إن كانت إدارة بايدن والولايات المتحدة الأمريكية فعلا اليوم يعني أدركت حجم يعني المكان التي تتواجد فيه الولايات المتحدة الأمريكية جراء دعمها الغير محدود لهذا الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة. هل أدركت إدارة بايدن حجم يعني أين الآن توجد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعمها لهذا الإجرام وجرائم الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني؟ هل أدركت يعني أخيرا إدارة بايدن أن بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف يعني لا يكترثون بأي يعني دعوات أو مطالب طالبت بها إدارة بايدن الاحتلال الإسرائيلي في تخفيف هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة؟ ربما أدركت أخيرا يعني إدارة بايدن هذه الأمر وهي الآن تسعى إلى وقف هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة، لكن للأسف اليوم لا يزال موقف الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة موقف بايدن هو داعم بشكل رئيسي لهذا الاحتلال الإسرائيلي. عندما نتحدث عن مساعدات مالية ستناقش في مجلس النواب الأمريكي لتقديمها للاحتلال الإسرائيلي ليواصل قتل الشعب الفلسطيني، وبالتالي إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة حقيقة في وقف هذا العدوان الإسرائيلي فعلى إدارة بايدن أن توقف الدعم السياسي والعسكري لهذا الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يتطلب أن تحدثه الولايات المتحدة لإثبات نيتها بإحلال السلام كما تدعي. من أمستردام الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ ماهر حجازي، شكرا لكم على هذه المداخلة.